السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة من قناة التناصح الفضائية، والتي ترصد لكم ما يجري الآن من أحداث حول العاصمة طرابلس. تابعنا اليوم الجموع الغفيرة التي احتشدت في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس وميادين أخرى، أبرزها ميدان قاعة الشهداء في مدينة مصراتة وفي مدن عدة، رفضا لمحاولات مجرم الحرب خليفة حفتر غزو العاصمة طرابلس والانقلاب على السلطة. أرحب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو، السيد محمد كرير مدير منتدى التواصل والحوار الليبي، وكذلك السيد عصام الزبير الإعلامي والكاتب الصحفي، وضيفي من استوديوهاتنا في مصراتة السيد سليمان صالح الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. والبداية من هنا سيد محمد، يعني تابعنا اليوم الهبة الشعبية التي خرجت لدعم أبطال الجيش الليبي في مواجهة ميليشيات المتمرد خليفة حفتر، كيف تصف الصورة في رأيك؟ ما الذي توصله صورة ميدان الشهداء وقد امتلأ على بكرة به؟ على فكرة يعني لم نعتد هذا العدد إلا في احتفالات ثورة فبراير، الآن أجمع الليبيون على رفض هذا المشروع. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين، تحية لميدان الشهداء، تحية للذين خرجوا اليوم وقالوا كلمتهم بالصوت العالي. طرابلس اليوم انتفضت على بكرة أبيها، قالت كلمتها. طرابلس قالت لا لمجرم الحرب حفتر. اليوم كان استفتاء كبيرا اجتمع في ميدان الشهداء من أجل أن يكون للدولة المدنية فعلا استحقاق هذا الاستفتاء. بيّن بكل وضوح، بيّن بالصوت العالي، بيّن بالصورة، بيّن بليبيا المصغرة التي اجتمعت في طرابلس اليوم، أن المسار الديمقراطي وأن الدستور والتداول السلمي على السلطة وأن طرابلس عاصمة الدولة المدنية تنتفض اليوم ولن تقبل بالعسكرتارية ولا بالحكم الشمولي ولا بالدكتاتورية. طرابلس اليوم انتفضت وقالت كلمتها بالصوت العالي أمام المجتمع الدولي بالكامل. إذن لا وجود لمجرم الحرب في المشهد السياسي الليبي، لا مكان لمجرم الحرب في المشهد السياسي القادم والحاضر. اليوم كانت مؤازرة من أهالي طرابلس وأهالي المنطقة والمهجرين من المنطقة الشرقية بأن رفعوا الصوت عاليا ورفعوا الراية المدنية قائلين نحن شعب نعشق الحرية، نحن نتكلم من طرابلس، طرابلس المدنية، طرابلس التداول السلمي على السلطة، لا للعسكرتارية، لا للديكتاتورية، لا لرجوع الحكم الشمولي، حكم الفرد الواحد، لا لمجرم الحرب حفتر وتصدير أبنائه لنا. اليوم كانت الصورة واضحة، وعلى الذين يتمثلون المشهد السياسي اليوم في ليبيا أن يستجيبوا لهذا النداء. فعلا إن بوصلة الوطن في ميدان الشهداء، بوصلة الوطن في ميدان الشهداء، وليست في باليرمو، وليست في جنيف، وليست في باريس، وليست في أي مكان خارج العاصمة الليبية. هذا هو المنطلق، وهذه هي القاعدة الوطنية المدنية الصحيحة السليمة التي هي في الاتجاه السليم. طرابلس ليبيا قالت الكلمة بالصوت العالي، المشهد يجب أن يكون مدني ويجب أن يكون تداول سلمي على السلطة، ولا لمجرم الحرب، وليس له مكان ولا تواجد في الحاضر ولا في القادم ولا في المستقبل في ليبيا المدنية، وخاصة اليوم طرابلس تسطر ذلك في الجبهات وعلى التبات وفي الميادين والساحات مع أختها مصراتة أيقونة الشهادة في سبيل الله. ومن هذا أسأل السيد عصام الزبير، من شعارات الأحرار اليوم والآلاف الذين غصت بهم الميادين وخاصة ميدان الشهداء، يطراب للسلم جيرانك ما خلوه يدنس دارك، يعني هذه اللحمة الوطنية، هذه الوحدة الآن،
المنطقة الغربية الآن كلها على قلب رجل واحد. اليوم شهدنا بيان لقوة حماية درنة من على تخوم المدينة. هناك أيضا من ثوار وأبطال المنطقة الشرقية من هم يشاركون الآن أهل المنطقة الغربية. كيف تفسر هذه الشعارات، هذه الروح، هذا الالتحام مع أبطال القوات المسلحة لصد الغزو على طرابلس؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين، وحييك وحيي ضيوفك الكرام وحيي كل من يتابع هذه القناة والعاملين فيها. تحية تقدير ومحبة واعتزاز وفخر بكل من خرج اليوم سواء كان في ميدان الشهداء أو في مصراته، تحية لكل من خرج حتى ولو بكلمة على منابر المساجد وعلى كل الساحات أو حتى في التجمعات التي كان فيها، تحية لميدان الشهداء العزيز الغالي على القلب، والله اشتقت إليه حقيقة. واليوم اعتبرت أن روح فبراير عادت وأن أيام فبراير عادت من جديد حقيقة. رأيت كل الناس لم يأتوا من أجل كما كانوا يتحدثون عنه فبراير من أجل حضور الأغاني أو من أجل حضور شيء، أتوا من أجل إعطاء صفعة قوية وبالذات لهذا الخرف المسماري وغيره ولحفتر ولغيرهم، كل من هؤلاء الهمج وأتباع الأسير الهمج، تحية لهم وتقديرا لهم. أقولها بصراحة، هذه هي اللحمة الليبية، هذا هو الليبيون، هؤلاء هم الليبيون الأصليون، هؤلاء هم الوطنيون الشرفاء. فبراير لن تموت وستبقى شعلة وستبقى دائما شوكة في حرق كل من يحاول النيل من الثورة أو النيل من الثورات العربية. ما زالت فبراير هي الوهج الوحيد الآن لثورات الربيع العربي، وهذه فخر لنا كليبيين. ولذلك حتى الجزائر اليوم تضامنوا معنا ووضعوا صورة الجنرال وقالوا له النهاية، أن جواوت تم، اللعبة تمت، خلاص دايند اللعبة تمت. وهذا يدل على تضامنهم معنا، ليس مثل المصريين الذين يدعمون بالسلاح والإماراتيين والسعوديين أولئك الجبناء الذين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. على ذكر السعوديين، اليوم وول ستريت الصحيفة الأمريكية نشرت تقريرا مفصلا يتحدث على أن هم يدعمون، اعذرني على الكلمة، يعني خادم الحرمين قد دعم حفتر بنصف مليار دولار. نعم. يعني خادم الحرمين يدعم خليفة حفتر بنصف مليار دولار ليدمر العاصمة طرابلس، ولنشاهد في العاصمة طرابلس الأطفال يصرخون كما شاهدناهم بالأمس في اليمن من جراء القصف الذي تطلقه راجمات خليفة حفتر، نفسه كما شاهدنا في اليمن اليوم حقيقة. هذا التلاحم وهذا الهتاف الرائع يجسد ما كانت به فبراير. أيضا لا تنسى الهتاف الذين كانوا يتحدثون عن بنغازي، بالرغم أن أشراف بنغازي وعرقها كانوا نزحوا منها مع احترام للقلة التي بقيت. الآن اليوم هتفوا كثيرا لبنغازي، لأن الذين في طرابلس دائما والذين في المدن وفي مصراتة وغيره يحسقون الحرية حتى لغيرهم، يرونها مكسب لغيرهم. العديد من الأشياء تلتحم مع بعضها. الفخر اليوم لدينا حتى في الزنتان وما تحدث به شيوخها اليوم، وانضمام كتيبة ناصر الهالك أكبر كتائب الزنتان إلى اللواء الغربية، وهذا مكاسب أخرى تضيف إلى مكاسب هذه الجبهات لإعطاء هذا الخرف، هذا الهمجي الدرس تو الدرس. ماذا أتى به؟ أتى بأطفال، أتى بمخادعين كما حدث في عملية الخدعة التي يوم أمس، أتى بأشياء لا يمكن أن يفعلها ليبي أصيل أو يفعلها ليبي، أتى من أجل شيء سامي، أتى بأولئك المخادعين كأنهم أعوان اليهود وأعوان القتلة. نعم، ضيفي من استوديوهاتنا في مصراتة سيد سليمان بن صالح، أولا أرحب بك، وهنا أسأل، اليوم الشعب قال كلمته لرفض حكم العسكر، لرفض غزو طرابلس، لرفض المؤامرات الأجنبية والخارجية، لرفض مؤامرات حكام السعودية على الوطن، تلك المؤامرات التي مولوها بالأموال، بمئات الآلاف من الأموال ومئات الملايين من الدولارات حتى يدمروا طرابلس. وشهدنا على نفس، يعني في نفس الوقت، تقدم كبير لقوات الجيش على حساب ميليشيات المتمرد خليفة حفتر. برأيك أي رسالة ترسلها المظاهرات والجموع الغفيرة في الميادين لأبطالنا في الجبهات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أخي محمد وإلى ضيفيك الكريمين. اسمح لي في البداية أن أستمطر شآبيب الرحمات على شهدائنا الذين سقطوا دفاعا عن عاصمتنا الحبيبة طرابلس، مدينة الثغور
المدينة الأبية، مدينة الحضارة، مدينة السلام والعلم والعمل والتجارة. الحقيقة أهل طرابلس كما هم إخوتهم في مدينة مصراتة، هذه المظاهرة أول رسالة يمكن أن تصل إلى المجرم الحرب حفتر، يعني يقولون له: نحن في طرابلس لا نريدك، نحن في طرابلس لا نريد حكما عسكريا، نحن في طرابلس نقف خلف أبنائنا الذين يدافعون عن طهر طرابلس من أن تدوسه أقدام جيشك الهمس. ولذلك أعتقد أن هذه الرسائل هي رسائل قوية جدا، سواء كانت لهذا المجرم أو كانت للدول التي تقف خلفه وتساعده وتمده بكل ما يحتاج من أموال ومن أسلحة ومن دخائر ومن دعم سياسي لدى المنظمات الدولية. الحقيقة هذه الجموع التي خرجت بإرادتها ولم تخرجها دعوات الحكومة أو القنوات التابعة للحكومة أو المؤسسات التابعة للحكومة، هذه الجموع دفعها حبها لمدينتها وحبها للحرية وحبها لبلدها ولأن تكون ليبيا دولة حرة، دولة ديمقراطية، دولة مؤسسات. يعبرون عن رأيهم ويصرخون في وجه كل من ينادي بأن تكون طرابلس تحت سيادة المشير الخرف، ويصرخون في وجه كل من يريد وينادي بأن ترجع ليبيا إلى الحكم العسكري الدكتاتوري. أنا أحيي من خلالكم تأثير هذه الحشود على معنويات أبطالنا، أبطال القوات المسلحة في ميادين القتال. أستاذ سليمان، لا شك أنه تأثير قوي جدا، يعني أبطالنا ولله الحمد معنوياتهم مرتفعة، ولكن هذا الدعم الذي جاءهم من أهلهم في مدينة طرابلس ومن أهلهم في مدينة مصراتة، يعني بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي جدا في رفع المزيد أو المزيد من رفع الروح المعنوية لدى أبطالنا، وسيكون هذا دافعا لهم للتقدم إلى الأمام من أجل ضرب هؤلاء الهمج بيد من حديد، حتى لا يستقر لهم أمن ولا مقام في جزءنا الغربي من وطننا الحبيب. سيكون هذا الخروج دعما لأولئك الشجعان بأن يستمروا دائما كما عهدناهم وأكثر في الدفاع عن مدينة طرابلس وعن كل جزء من ليبيا الحبيبة. الحقيقة أنا يعني شاركت في مظاهرة في مصراتة، وكنت لا أتوقع أن يخرج هذا العدد الكبير سواء كان في مصراتة، وكنت أضع يدي على قلبي بأن وأدعو الله بأن لا يخذل الشعب أبنائه المقاتلين في جبهات القتال، ولكن الحمد لله يعني كانت الجماهير في الموعد، وكنا كما نعتقد فيهم أكبر دعم لهذا التصدي لمجرم الحرب خليفة حفتر. نعم، طيب ابقى معي سيد سليمان وأعود لضيوفي هنا في الاستوديو. سيد محمد، يعني الآن الشعب قد قال كلمته، يعني الآلاف والمئات في الميادين في مختلف المدن، يعني أنوه فقط يعني المظاهرات ليست في طرابلس ومصراتة فقط، كل المدن أو أغلب المدن في المنطقة الغربية شاركت، ولكن يعني ربما لم نشاهد ذلك على الشاشات، يعني تصلنا الرسائل والصور من مختلف المدن التي شاركت اليوم وقالت كلمتها. يعني بعد هذا التحرك الآن الشعبي، التحرك السياسي أيضا قبلها من السراج والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، التحرك العسكري لأبطال الجيش الآن على الثغور، يعني نجد ربما بعض الفئات التي تنفذ أجندة أجنبية، أجندة خارجية، التي تأخذ فتاوى مستوردة تحاول أن تثبط من عزائم الأبطال
من قواتنا المسلحة ومن قوات الجيش التابع لشرعية حكومة الوفاق الوطني، وأنا هنا أقصد بين هلالين المداخلة هذا التنظيم الموجود الآن. يعني كيف تعلق على هذا الخذلان، على هذا التثبيط، على تركهم لأوامر ولي الأمر الذي أمر بالنفير إلى الجبهة ومقاتلة العدو وصد العدوان؟ أخي الكريم، نحن الآن أمام مرحلة خطيرة جدا. هذه المرحلة في جزء من خطورتها هو الفتوى المستوردة المعلبة التي تأتينا من خارج الحدود الليبية. نحن كعالم إسلامي نستقبل أي فتوى تتماشى وتتماهى مع الواقع الليبي ومع التوجه الإسلامي الليبي الوسطي المعتدل. لا ننسى أن الشعب الليبي الكريم شعب ليبي مسلم معتدل يعتنق الإسلام الوسطي ويتمذهب بالمذهب المالكي. وإن أي فتاوى دخيلة عن هذا المذهب وعن هذا التوجه الوسطي هي بمثابة الشقاق والفراق بين أبناء الشعب الليبي. نحن الآن للأسف الشديد كنا نتوقع من دولة السعودية، من دولة المملكة السعودية، أن تكون هي حجر الأساس وهي حجر الزاوية في لم شمل الفرقاء الليبيين بناء وانطلاقا من المذهب المالكي ومن الوسطية والاعتدال اللي موجودة في الشعب الليبي، لا أن تصدر لنا بعض المشائخ التي تصدر لنا فتاوى تشرع لمجرم الحرب بأنه ولي أمر. وهذا تناقض كبير، أعتقد أن علماء ومشائخ ليبيا قد أفاضوا فيه وفي تفصيله وبيان بطلانه وعدم جوازه شرعا. نحن لدينا علماءنا ولدينا مشايخنا ولدينا مذهبنا ولدينا وسطيتنا واعتدالنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن ضد هذه الفتاوى المتشددة وضد هذا الاستيراد الذي لا يتماشى مع طبيعة الشعب الليبي. الشعب الليبي شعب مسلم، وهذا المذهب المالكي هو من أفضل المذاهب في الأصول وفي القواعد وفي العلل وفي الأحكام، بل هو من أشد المذاهب التي تحافظ على جوهر ومكنون وماهية الدين والإسلام. فلماذا العزوف عنه والتوجه إلى دول أجنبية وخارجية مع احترامنا للشعوب كونها إسلامية أيضا؟ لماذا تتجه فئة من هؤلاء إلى مشايخ في السعودية أو غير السعودية ويأتون بفتاوى غريبة تنغص عيش الليبيين، تكفر البعض وتبدع الآخر وتفسق ثلة أخرى وشريحة من المجتمع الليبي، وللأسف الشديد تشرع قتل الليبيين ونبش قبورهم والتمثيل بجثثهم وحرق الجثث والطواف بها وقصف المدنيين. نحن رأينا الآن مجرم الحرب حفتر كيف يستعمل هؤلاء ذريعة لشرعنة قتاله ولشرعنة عملياته وجرائم حربه التي يرتكبها ضد الشعب الليبي. بالمقابل أخي الكريم، هناك تلكؤ دبلوماسي خطير أنا أعتبره، بل نحن نعتبره بمثابة الطعن في ظهر الدولة المدنية والذين الآن على تخون طرابلس يدافعون عن الدولة وعن السلطة، وطعن في ظهر الحراك المدني في الميادين والساحات اليوم، عندما نرى أن وزير الخارجية سيد محمد سيالة ومندوب ليبيا لدى مجلس الأمن كأنهم أموات لا حراك، لا يجب أن يكونوا على مستوى الحدث، يجب أن يقودوا هم المشهد. رأينا بالأمس القريب كيف توجد أخبار على أن عادل شلتوت ممثل ليبيا في مجلس حقوق الإنسان في هو من عطل تمرير يعني إصدار بيان أو قرار في المجلس يدين إجرام خليفة حفتر وميليشياته على تخوم العاصمة. سيدي الكريم، هذا الانقلاب آتي بمؤامرة كبيرة متكاملة الأركان تضطلع فيها دول وظيفية من طيب. المنظومة الدولية مع دولة كبيرة عظمى هي فرنسا. نعم، أنوه إلى تصريح محمد عماري زايد وهو نائب أو العضو في المجلس الرئاسي والذي صرح يعني قبل قليل وقال لن نسمح بوجود أي مسؤول تثبت خيانته وتورطه في الهجوم على العاصمة طرابلس، وسيتم التحقيق مع أي من هؤلاء وذلك بعد إعفائه من مسؤوليته. وأسأل هنا سيد عصام الزبير، يعني السعودية التي الآن تضخ مئات الملايين لتدمير العاصمة الليبية طرابلس، لو كانت ضخت هذه في مشاريع التنمية لاهي نصف مليار دولار، 500 مليون دولار، ماذا كانت ستفعل بالعاصمة طرابلس لو كانت وجهت لقطاع التعليم أو لقطاع الصحة؟ والله إن ليبيا غنية عنهم وعن أموالهم، ولكن يعني فلنقل أن هذا هدية
من خادم الحرمين لأطفال طرابلس. 500 مليون دولار ماذا كانت ستفعل إذا قدمت هدية لطرابلس للإعمار، للتنمية، للتعليم، للصحة؟ هو دعنا نرجع شوية، معليش، اليوم أنا في بعض الأشياء تبعتها في مظاهرة مصراتة حقيقة وكانت رائعة وجيدة جدا. واحدة من الأشياء الجيدة أنها تم تلاوة بيان المظاهرة باللغة الإنجليزية، وكانت هناك وسائل إعلام أجنبية لإيصال الصورة إلى الأطراف الأخرى، بالذات الأطراف الدولية. تاني حاجة كانت في رسالة باللغة الفرنسية وكانت مخصصة إلى فرنسا وإلى الدولة الفرنسية بالذات، حددت لا استنكار هؤلاء الجموع وأنهم يعلمون ما تفعل فرنسا. الشيء الثالث كانوا يهتفون ضد الفتاوي، وكان يقولوا مالكية مالكية وشد فتاويك يا سعودية وغير ذلك. هذه ما تعتبر أشياء يتبعك يا سعودية، يتبعك هذه. شوف هذه أشياء، هذه يجب أن يتم العمل عليها، لأن هذه الأشياء التي تقود إلى إظهار الحقائق للعالم. أما أن يبقى الإعلام فاشل أو ضعيف ويبقى كذلك مسار الخارجية ضعيف، فأين ستصل صوتك؟ طيب، ولكن هنا أريد أن أسأل، يعني في الجانب الذي يعني خرج اليوم يعني من صحيفة أمريكية 500 مليون دولار لتدمير العاصمة، ماذا لو وجهت لأطفال العاصمة لدعمهم للتعليم للصحة؟ هم يعني العرب، إلى أي مدى تريد السعودية استمرار هذا المنهج، منهج تدمير المنطقة؟ زي الإمارات، زي السعودية، هذه معروفة عندهمش إلا قليل نادر. صح، تتميز الكويت بالتبرعات، تتميز بالعمل الخيري بصورة كبيرة جدا. الإمارات كانت قبل، ولكن السعودية سخية. يعني ترامب 500 مليار رجع بها في زيارة في يومين، يعني ليس رجع بها لأن شيء، لأن ترامب يبي فلوس وهم يخافوا من ترامب فأعطوه الفلوس بس. لكن المشكلة، شوف أنت في اليمن، هل قدموا لهم هدايا؟ اليمن وصلت بها درجة، حتى الله معافينا، الكوليرا وصلت بها درجة الفقر، وصلت بها درجة فقر الدم، فقر من نتيجة عدم وجود الأكل. ما فيش مساعدات، المساعدة في دعم بالسلاح وقتل المدنيين بس، هذه المساعدة الوحيدة. ولذلك هو ما يحدث اليوم، الرسالة اللي وصلها المتظاهرين واللي يجب أن يقفوا عليها ودائما يستمروا فيها، هي المبعوث الأممي سلامة يجب أن يرحل، ويجب أن ترحل البعثة الأممية بكل كاملها. هذا جانب آخر، علاش؟ لا، هذا جانب قوي جدا، لأن من يوصل هذه الأموال التي اشتري بها السلاح كيف دخل؟ أين إحاطته؟ أين لجنة العقوبات؟ أين الأمم المتحدة في حماية المدنيين؟ أين الأمم المتحدة من القرارات التي هي تمنع استيراد السلاح لليبيا؟ لذلك احنا يجب علينا أن نضغط بصورة كبيرة جدا. ثاني حاجة أنا أقولها، حتى اليوم اللي مسار اللي ريته حتى في الواضح جدا لدى الناس، تجمع كلهم مع بعض ملحمة وطنية، هناك مسار يعمل عليه حفتر وهو الجيش الإلكتروني، خلق الفتنة بين المدن، خلق الفتنة بين التوار، خلق ذلك. نعم، ولذلك هو دائما حتى يتحدث عن الزنتان، وانا ليش بديتها اليوم بكلمة الزنتان؟ ان الشيوخ قالوا معاش فيه، لو واحد يجينا مريض لا عاد يتعالج عندنا، لا عاد نستقبلوهم لا شيء، هم كانوا يتعاملوا معهم على اساس انهم نبيين وهم. لكن حتى بعض الكتائب اليوم انضمت، وهذا انضمامها سيبشر بالخير، هذا الامر سيجعل من عملية المعركة محسومة، لان حتى كان يعتقد ان عملية الزنتان معاه، ويوجهها في الاعلام الدولي، ويوجه ببعض الرسائل بان حتى جبل نفوسه، ويهدد بدخول جبل نفوسه. لكن هذا كله كلام يا ناس، ما عاد تصدقون، ما عاد تتبعوا هذه القنوات وابطال الزنتان. نعم، هذه قنوات تضليل، ما عاد تتبعوا. سيحمي العاصمة وسيحمي الابرياء في تلك المنطقة، ومن مشهود لهم الامازيغ بذلك، مشهود له. نعم، مكون الامازيغ والزنتان وكل المدن والمناطق في الجبل الغربي. أسأل السيد سليمان صالح من استوديوهاتنا في مصراتة. سيد سليمان، الوضع العسكري الآن على الأرض، يعني من خلال المعلومات الواردة، كيف تقيم هذا الوضع؟ وأريد أن يعني نركز على مسألة حفتر، لا زال يستعمل يعني الطيران لاستهداف بعض المواقع في العاصمة طرابلس، يعني كيف نفهم هذا؟ أستاذ محمد، في البداية في توضيح بسيط. الحقيقة يعني عندما تنشب الحرب في أي مكان من العالم وليس في ليبيا فقط، هناك عدة جبهات يعني لهذه الحرب. أولها الجبهة أو جبهة القتال، ثم الجبهة السياسية، والجبهة الأمنية، والجبهة الداخلية، والجبهة الإعلامية. وأي خلل يصيب إحدى هذه الجبهات سيكون تأثيره سيئا أو سلبيا على الجبهة الرئيسية وهي جبهة القتال.
الآن الحقيقة الجبهة السياسية أداؤها ضعيف جدا ولا يواكب متطلبات الجبهة القتالية، ولذلك يعني أوجه تحذيرا إلى حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي والسيد السراج بصفة خاصة، إن لم تنشط هذه الجبهة وأقصد بها الجبهة السياسية فإن الحكومة السراج ستتحمل مسؤولية كل فشل يحدث في جبهة القتال لا سمح الله. الآن وعن هذه في هذا المساء قرأت أن عقيلة صالح موجه رسالة باسم البرلمان الليبي إلى رئيس مجلس الأمن، يطلب فيها من رئيس مجلس الأمن الوقوف إلى جانب حفتر ودعمه في حربه على طرابلس. هذا جانب إذا لم يعني ينشط السيد السراج وذلك العجوز الذي وضعه في مهمة وزارة الخارجية، وإذا لم تكن للسياسة أو ذلك الاهتمام الكبير، فإن البساط سيسحب من هذه الحكومة وربما سيجد نفسه السراج في موقف حرج لا يستطيع الخروج منه، أو ربما يجد نفسه قد يعني استيقظ في وقت متأخر حيث لا ينفع في ذلك استيقاظه. المطلوب نحن لا نملي عليه ماذا يفعل، هو رئيس يعني يعتبر كرئيس للدولة الليبية، لديه مستشارين يفترض أن يعني يجتمع بهم ويفترض من هؤلاء المستشارين يعني أن يوضحوا له الإجراءات وكيف تتخذ هذه الإجراءات، وهو بدوره يكون شجاعا في اتخاذ القرارات اللازمة التي يجب أن تتخذ في هذا الوقت. وأنا يعني لا أملي عليه، ولكن لماذا يعني يتمسك بهذا الرجل الذي يسكت الآن عن الدماء التي تسيل؟ إلى الآن لم نسمع له همسا ولا ركزا، ماذا يعني هذا؟ يفترض أن يتخذ السيد السراج قرارات عاجلة وخطيرة في هذا الشأن حتى يستطيع الرقي بمستوى العمل السياسي ليكون مواكبا للعمل العسكري والحربي على الجبهات. أما فيما يتعلق باستخدام حفتر للطيران، نعم يستخدمه، ولكن الطيران الذي يستخدمه حفتر يعني ليس بذلك الطيران الذي يمكن الخشية منه أو الخوف على أبنائنا وعلى جبهاتنا منه. ولكن الحقيقة الخبر الذي ورد يعني في عدة وسائل إعلامية من إرسال الإمارات لطائرة نقل عسكري كبيرة هبطت في قاعدة بنينة الجوية، هنا يجب على المجلس الرئاسي وعلى حكومة الوفاق وعلى كل القادة العسكريين أن لا يهملوا هذا الحدث. هذه الطائرة أتت لغرض معين، وهناك تفسيرات عدة، بعضها يقول هي تحمل ذخيرة، وبعضها يقول هي تحمل طائرات بدون طيار، ولكن ربما يكون الأمر أكبر وأبعد من ذلك، فقد تكون هذه الطائرات تحمل طواقم لطائرات حربية مقاتلة، وربما سترسلها دولة الإمارات إلى بنينة، ومن بنينة ستقلع هذه الطائرات في مهمات حربية على جبهة طرابلس. ولذلك أنا أحذر حكومة السراج من أن لا يهمل مثل هذه الأخبار، وعليه أن يتتبعها، وإذا ما ثبت فعلا أن هذه الدولة أرسلت هذه الطائرة فعليه أن يقوم بما يمليه عليه الواجب، ومهما كانت هذه الإجراءات خطيرة فعليه أن يكون هو يعني قدها وقدود كيف ما أقول ويأخذ الإجراء المناسب. طيب نعم، ابقى معي سيد سليمان، أعود لضيوفي هنا في الاستوديو. مسألة الإمارات هذه يعني هذا المحور الذي صار يعني معروفا في عالمنا العربي والإسلامي بأنه محور الشر، يعني أينما وجدته وجدت الخرابة والدمار والقتل والتنكيل، وكل يعني حقيقة عملاؤهم اتفقوا في كل شيء حتى في التنكيل بالجثث. أينما وجدت دورا للسعودية والإمارات وجدت ما يفعله حفتر وميليشياتها في بنغازي وفي المدن الأخرى يفعلونه أتباعهم في كل البقع التي تجدهم فيها. ما الذي تريده الإمارات من ليبيا؟ ما الذي تريده السعودية من ليبيا؟ ماذا يريدون؟
ألا تقوم لليبيا قائمة مدنية. لماذا؟ لأن ليبيا بلد بكر ودولة منافسة للإمارات وللسعودية، إذا ما قامت فيها سلطة وحكم مدني ودستور وقانون وتداول سلمي على السلطة سيتبع ذلك تنمية مكانية وتنمية بشرية وتنمية مجتمعية، ستؤهل ليبيا لأن تستلم المكانة والصدارة بدل الإمارات والسعودية، وستتجه أنظار أوروبا والغرب إلى ليبيا وللاستثمار والتبادل التجاري وتبادل الخبرات والتنمية المشتركة بين ليبيا وباقي دول العالم. لكن يعترفون بالسراج، يعني يعترفون بالمجلس الرئاسي، لماذا الآن يدعمون هذا المتمرد حفتر الذي يتمرد حتى على المجلس الرئاسي الذي هم يعترفون به بأنه ممثلنا الوحيد وحاكمنا الوحيد؟ من أجل أن تبقى ليبيا تحت حكم عسكري. أخي الكريم، لم يثبت في تاريخ الدنيا أن دولة كان في سدة حكمها عسكر وحصلت فيها تنمية بشرية وتنمية اقتصادية. نحن رأينا كيف انتقلت تركيا من حكم العسكر إلى الحكم المدني، ورأينا الفارق، حتى أن الناس والشعب في انقلاب 2016 خرجوا وصدورهم عارية أمام الدبابات وأمام وتحت الطائرات من أجل أن يبقى الحكم المدني، رغم أنهم معارضي لأردوغان، لكنهم من أجل أن يبقى الحكم المدني خرجوا نصرة له، وهم ليسوا في صف أردوغان ولا في توجه. المسألة يا أخي الكريم خطيرة. أنا أصبحت ونحن أصبحنا لا نلوم محور الشر بقدر ما نلوم الفراغات التي يتمدد فيها العدو مجرم الحرب. هذه الفراغات التي في ذهني الآن وفي ذهن الكثير وهي معلومة تتمثل في ثلاث خطوط. هناك فراغ في المسألة الإعلامية، وهناك فراغ في المسألة الدبلوماسية، وهناك فراغ في مسألة تصحيح الإجراءات. المسألة خطيرة جدا. الدبلوماسية الليبية، السيد محمد سيالة ومندوب ليبيا لدى مجلس الأمن وبعض السفراء ضالعون بهذا الصمت وهذا التلكؤ وهذا التباطي مع مجرم الحرب حفتر، إلا إذا أثبتوا الآن فعلا حراكا سريعا في نصرة الدولة المدنية ونصرة الاستفتاء الذي حصل اليوم في ميادين وساحات ليبيا وعلى رأسهم ميدان الشهداء وميدان قاعة الشهداء في مصراتة. المسألة الأخرى أخي، تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، المنصات والقنوات الإعلامية والشخصيات الإعلامية التي هي ما زالت تحت سلطة فائز السراج وحكومة فائز السراج في المناطق التي تسيطر عليها هذه الحكومة، ويمارسون التضليل الإعلامي والتغرير وإعطاء المعلومات ونصرة هذا المجرم، ولم يتخذ أي إجراء قضائي وقانوني ضدهم. المسألة الأخرى، بإمكان السيد فائز السراج أن يستعيض عن الدبلوماسية الخارجية بتشكيل أزمة، لجنة أزمة دبلوماسية هي التي تطلع بدور بديل وموازي عن وزارة الخارجية وعن مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، حتى يتوازى هذا الأمر مع حجم التضحيات الكبيرة التي تقدم الآن. نعم، أريد فقط أن يعني ننتقل في معنا الضيف عبر الهاتف، هو سيد مصطفى المجري الناطق باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب. سيد مصطفى أهلا بك. لو تضعنا في صورة التطورات الميدانية حيث ترابط قوات الجيش الليبي على تخوم طرابلس وتصد ميليشيات خليفة حفتر. مساء الخير لك أخي الكريم ولكل مشاهدي قناة صلاصح. بداية التصحيح، عفوا، الاسم مصطفى المجري، المجري المجري. المجد والخلود لشهدائنا والخزي والعار للمتمرد وأعوانه. دعني أعرج بداية على الحراك المدني الذي حصل اليوم في الميادين والساحات. لقد شاهد العالم بأسره كيف انتفض الليبيين اليوم في الميادين والساحات. الصورة أبلغ من الكلمات، لكنني أقول أن لسان حال هؤلاء الناس اليوم هو، أقولهم أهلي الحامون تربتها والذائدون إذا السادات لم تدذي. الشعب أكبر من وغد يسيره والكلب يخشى قديما هيئة الأسد. قف في وجوه الذين استهونوا دمنا وأشعل النار في جنبيك واحتشدي عن لنطغاتك أن الأرض تائرة وأن شعبا عن الثورة لم يحد. أخي العزيز، ما شهدناه اليوم من حراك
مدني يساند ومساند للقوات الموجودة على الميدان على الأرض التي تقاتل بدفاعا عن حريتها عن ثورتها عن شعبها من قبل هذا العدوان الباغي الظالم. أقول لهؤلاء المتمرد وأعواده لن ترى شيئا بعد. الشباب الذين هم في الميدان الآن يسطرون معركة حقيقية ومعركة نضال حقيقية كل الجبهات بكل المحاور. أقول لك بكلمة واحدة، عندما تم صد العدوان خلال لحظاته الأولى عسكريا يعتبر انتهى وانهزم المجرم حصر، لأن كان عنده هدف معلن وهدف معلن في خلال 48 ساعة بيكون داخل مدينة طرابلس. الآن تمر الأيام وهو على تخوم العاصمة وبإذن الله سيتم طرد حتى من هذه الأفراد، بل بالعكس إرادة الشباب وعزيمة الشباب في عملية بركان الغضب مصممون بأنها لن تنتهي هذه المعركة إلا في الرجمة إن شاء الله. نعم طيب، يعني ضعنا في صورة اليوم الأحداث الميدانية، ما الذي جرى هناك؟ سمعنا عن قصف جوي من سلاح الجو الليبي وأيضا من طيران ميليشيات المتمرد خليفة حفتر، أيضا هناك تقدم في محور وادي الربيع، يعني لو تضعنا في صورة الأحداث الميدانية اليوم. أخي سوف نوافيكم بإيجاز صحفي بعد هذه المداخلة يفصل يتحدث تفصيلا عن النقاط التي حصلت اليوم في نهاية اليوم، وسنوفيكم تباعا كل يوم بإيجاز صحفي عن آخر العمليات. لكن ما أردت الحديث عنه في هذه المداخلة هي هذه المشاهد، وأردت أن أصدر رسالة من خلال قناتكم إلى هؤلاء الناس المجرمين الغماء. قل لهم شفتم رجالنا في الميدان بالأمس عندما أرادت كتيبة أن تسلم أنفسها، فرح الشباب بهم وعانقوهم واحتضنوهم ولكنهم غدروا بسعادتهم، وشفنا وشاهد العالم كل المقاطع التي يقوم فيها هؤلاء المجرمين بحرق جسدين شهدائنا. هذا العمل العدواني الهمجي البربري، شفنا كيف يمثلون حتى بجثمين الشهداء، شفنا كيف كتائبهم ومجرمين يقوموا بسرقة أموال الناس والسيطرة عليها. في المقابل شفنا شبابنا وتلاحمهم في الصفوف في الميدان. أقول لك أخي العزيز، أحكى من كل الأخبار التي لا تقول هؤلاء الكتائب أو المجرمين أخذوا مكان ما أو رجعوا في مكان ما. الآن المعركة تدار بغرفة عمليات واضحة المحامد مربوطة، كل المحاور مربوطة مع بعض، الكل في تواصل دائم. سيشهد العالم وسيشهد الليبيين خلال اليومين القادمين مفاجأة أكيد بالتأكيد سارة على المستوى الميداني. الآن يتم التخطيط لدحر هؤلاء الميليشيات عن تخوم طرابلس، بل لقطع أوصال هذا المجرم في كل المناطق إن شاء الله. المجعي الناطق باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود لضيوفي هنا في الاستوديو، أسأل السيد عصام الزبير، يعني حقيقة استوقفني خبر استشهاد محمد السايح بعد أن تمت الرماية على دوريات شرطة قسم النجدة من قبل أشخاص مجهولين في بوابة البيفي ليلة البارحة أثناء تأديته واجبه في توفير الأمن. محمد سايح هو أحد أفراد الأمن التابعين للشرطة في تاجورة مديرية الأمن الوطني والتابعين لقسم النجدة، يعني هددوا بعمليات نوعية داخل العاصمة طرابلس. نحن الآن أمام عمليات إرهابية، استهداف رجال الأمن، استهداف رجال وزارة الداخلية من قبل بين ظفرين الجيش الوطني طبعا التابع للمتمرد خليفة حفتر. كيف نفهم؟ الله يغفر له ويرحمه ويغفر لكل شهداء ليبيا ويرحمهم ويتقبلهم برحمته إن شاء الله. هذه عمليات واضحة جدا، عندما يكون الذي يعتبر نفسه جيش أو مهزوم هذه طريق نفس الطرق السابقة التي كان يفعلها
كل الطغاة وكل البغاة يفعلونها. عندما يعلمون بأنهم هزموا سيحركون بعض الأطراف التي هي داخل المدن من أجل إثارة البلبلة حتى تلفت النظر عن الجبهة، لكن هذه الأمور بإذن الله ستكون محسومة. أنا استوقفني خبر يوم أمس الذي قبضت عليه قوات الردع في مدينة في منطقة زود الدهماني، والذي حاول تشويه المنطقة بأن كتب زود الدهماني مع حفتر، تم القبض عليه وتم تزويق طلاء تلك الحيطان أو الجدران، وبعد ذلك تم ضربه على أصابعه حتى لا يكررها وحتى تكون درس الآخرين. هؤلاء الآن مغرر بهم، أعطيت لهم بعض الأموال، وأعتقد أن أموال السعودية اللي بكري تحدثت عنها هنا هذه أتت ليس هكذا. السعودية تريد أن تبيض وجهها خاصة بعد عملة الخشقجي، وتريد أن تبين روحها أمام العالم الغربي بالذات، أمام أمريكا وأمام الدول الغربية، بأنها حشاك مثل الكلب الدليل تفعل ما يريدون أن يقومون به من أجل أن يرضوا عنها ومن أجل أن يتركوا هذه القضية بعيدا عن سمعة وصورة السعودية. ولذلك الأموال التي دفعت أين ستذهب؟ ستذهب لمثل هؤلاء العملاء من أجل إثارتها. هنا يجب على الشعب اليقظة، لأن الذي يقتل اليوم شرطي هذا الشرطي سيؤثر على وضعهم الأمني، سيقتل كل من يحاول الأمن والاستقرار، سيؤثر على حياة المواطنين. الآن المواطنين هم الذين سيكونون أفعال من قتل رجال الشرطة، هذه أفعال خونة أصلا، وأفعال الناس ليس لديهم أي ذمة وليس لديهم أي احترام ولا تقدير لما يقدم في الجبهة. وهؤلاء خونة لأنهم يأتون من الخلف، والذي يأتي يطعم في الخلف هو أصلا معروف مجرم. أنا أريد أن أرجع إلى نقطة حتى من يفعل هذه الأفعال. هم يتهمون الآن رجال الأمن أو يتهمون الآن الجيش الذي يدافع عن طرابلس بأنهم خوارج ودواعش. أفعالهم وقتل رجال الأمن في العاصمة طرابلس أليست أفعال الدواعش؟ هو في حتى نقطة أمس تعرض لها واحد من أحد أعضاء الدول، قال الجيش الذي يطلق على نفسه اسم الجيش الوطني الليبي، أحد أعضاء مجلس الأمن تقصد، هاي واحد أعضاء مجلس الأمن قالها، يعني مش هم مسمين الاسم هذا، حفتر هو اللي مسمي روحه به. ولذلك هم يعلمون كل شيء، لديهم مخابرات، لديهم سفارات، لديهم جدا. كل شيء يعلم جيد. النقطة التي تحدث عنها أستاذ محمد وتحدث عنها حتى أستاذ سليمان بن صالح، أقولها بصراحة، يجب أن يأخذ الآن التوار، يجب أن يكون الآن في مكتب السراج التوار الحقيقيين يقفون له ويقول أنزع ذاك الذي اسمه سيالة. لأن الخيانة الآن بانت. عندما يعطل قانون، يعطل يعني قرار لحقوق الإنسان من أحد أعضاء يتبع الخارجية، ماذا وضع؟ هذا خاين الآن، الآن خاين يطعن في الصفوف. إذا كان هذه القوة التي تقاتل حفتر وتقاتل ما أتى به حفتر من جرائم وشيء، أنت تعطل قراره، معناه أنت تسانده، ومن يساند الخاين فهو خاين. كيف نحن نضع حفتر كمجرم حرب ولا نضع هو الذي عطل القرار كمجرم حرب؟ ثانيا، ذلك الصامت الذي جلس على الكراسي وكان يتحدث أيام حدث الهجوم العام الماضي في على مدينة طرابلس، أين هو الآن ذاك الذي المجبري ولا مش عارف اسمه؟ وين الآن؟ وين صوته من دوب المتحدة؟ يجب أن يوضعه الآن أمام المحك، ويجب أن ينزعوا من أماكنهم. هؤلاء ليس لديهم مجال، لأن هؤلاء أنا أقولها، أعطيني دقيقة واحدة، وهذا ما وجهته الجماهير يعني من مطالب للرئاسة بعد مطلب اليوم. شوف دقيقة واحدة، لماذا أتى مبعوث الأمم المتحدة عندما أتى إلى ليبيا وجلس، أتى فتح المجبري إلى المجلس الرئاسي وأراد أن يشتغل؟ عندما رأى الصد خرج فتح المجبري من طرابلس وقال بأنه استقال. الآن أنا أدعو العضو الذي في المجلس الرئاسي من مدينة الزنتان إلى الامتحان بالمجلس الرئاسي، لأن هذا الآن وقت تقديم العمل على صورته الصحيحة إذا أراد أن يخدم الوطن. أما هؤلاء فيتركوا، إذا أرادوا حتى التقسيم فلهم شأن آخر في ذلك. نحن الآن حقيقة أمام محك حقيقي وأمام مطالب شعب الآن، الذين خرجوا في الميادين وميدان الشهداء، واللي خرجوا في ميدان قاعة الشعب في مصراتة، من قاعة يعني الشهداء في مصراتة، الآن مطالبهم يجب أن توفر. هذا مطلب شعبي، مطلب ديمقراطي. نعم، واضح جدا سيد عصام. أنتقل لضيفي سيد سليمان بن صالح من استوديوهاتنا في مصراتة. سيد سليمان، يعني ربما يعني نظرة عامة على محاور القتال
مع حضرتك، يعني ماذا تتوقع خلال الساعات القادمة، وخاصة يعني حتى اليوم وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش للدفاع عن العاصمة طرابلس؟ أنا الحقيقة يعني مطمئن جدا لسير العمليات في جنوب طرابلس أو في الجبهات، خاصة بعد أن تمكنت غرفة العمليات التي أنشئت يعني من السيطرة والتحكم في كل الكتائب التي هرعت، يعني الحقيقة أقولها في البداية بشكل غير منظم للالتحاق بجبهات القتال للدفاع عن طرابلس. الآن أصبح الأمر مرهون في يد غرفة الأمن، الغرفة أو غرفة العمليات هي التي يعني ترسم الخطة، وهي التي يعني تطلب تنفيذ هذه الخطة بالطريقة التي تراها مناسبة. ولذلك يعني هذه الجبهات اليوم أنا سمعت أنها تقدمت يعني بشكل ممتاز، والحقيقة يعني هناك معنويات عالية وإصرار على الانتصار على هذه الشردمة. وأنا أتوقع الحقيقة إذا لم يحدث أمر آخر وظل الحال على ما هو عليه، فإن مسألة انهيار هذه القوة هي مسألة وقت فقط، وهي أعتقد أنها قاب قوسين أو أدنى. وهذا الانهيار لحظة سيكون سريعا بمجرد ما أن تجتاز هذه القوة أو قوتنا المدافعة تجتاز سوق الخميس مساحل باتجاه الجنوب. شكرا. سيكون بعلك التقدم سريع جدا. نعم سيد سليمان بن صالح الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من استوديوهاتنا في مصراتة، أشكرك جزيل الشكر. أشكر أيضا السيد عصام الزبير الإعلامي والكاتب الصحفي، وأدعو السيد محمد كرير للبقاء معنا ليواصل هذه التغطية والتي سيستلمها مني بعد قليل زميلي عبد الرحمن مرغم. ابقوا معنا.